فيما نقرأ الكتاب المقدس نلاحظ في عدة مقاطع كلاماً عن عودة يسوع، وقد وعدنا الله جميعاً برجوع يسوع المسيح، ولكن ثمة ناحية من نواحي عودته من المهم جداً أن نفهمها، وأريدكم أن تستمعوا إلى بعض النصوص. وها أنا آتي سريعاً وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. إذن ورد أن يسوع سيعود، ولكن متى عاد سوف يجلب جزاءه معه. وإن كان المسيح سيجلب جزاءه معه، لابد أن تكون عملية حساب جرت، ويفترض أن تكون كل القضايا حسمت، إذ لا يجوز أن يعود المسيح ويأخذ بعض الأشخاص معه إلى الجنة ثم يكتشف أنهم لا ينتمون إليها. ذلك غير جائز. لذا لابد أن يكون الحساب جرى قبل رجوعه. فلنقرأ نصاً آخر. فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ ماذا؟ يجازي كل واحد حسب عمله. إذن من الواضح أنه متى عاد يسوع سوف يجلب جزاءه معه لكي يمنحه لكل شخص بحسب أعماله. وبخصوص الحساب الذي يجري في السماوات حالياً، سوف نسميه الحساب التحقيقي، وهو يفرض استعراض القضايا وفحص كل فرد ثم اتخاذ القرار بخصوص انتقاله إلى الجنة وكونه من الأشخاص الذين سينالون الخلاص يوم مجيء يسوع أم عدم تحقق ذلك. إليكم ما يجري في السماوات في الوقت الحالي. وقد ورد أن الحساب يجري حالياً في الآية السادسة من الإصحاح الرابع عشر من رؤيا يوحنا. ثم رأيت ملاكاً آخر طائراً في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلاً بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجداً، لأنه قد جاءت ساعة دينونته. إذن لم ترد عبارة سوف تجيء ساعة دينونته، بل وردت عبارة جاءت ساعة دينونته. ساعة دينونته ما يعني أن الحساب يجري في السماوات حالياً، وهو موضوعنا لليوم. سندرس موضوع الحساب ونتبين أين يجري وما يتضمنه كما يصفه الكتاب المقدس في سفر دانيال. أما رسالة بطرس فتتيح لنا التبصر في الحساب بخصوص من يخضع له. وقد ورد في الآية 17 من الإصحاح الرابع من رسالة بطرس الأولى: لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. إذن من الواضح أن الحساب الذي سندرسه مرتبط بمن سيحظون بالخلاص، إذ وردت عبارة ابتداء القضاء من بيت الله، وهي تشير إلى أتباع المسيح. فإن كان أولاً منا، فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ إذن الحساب يشمل الأشخاص الذين تقبلوا المسيح ويتبعونه، وسوف ندرس تلك الناحية من الحساب. وبنو إسرائيل عبدوا الله طوال 400 سنة حول هذا المقدس، وكان موجوداً في وسط مخيم، وكان الناس يقصدونه ويجلبون معهم أضحيهم لكي يعبدوا الله، لكي يعبدوا الرب. إذن كان المقدس أو الهيكل النقال خيمة، وكانت محاطة بستارة شكلت ما سموه الفناء، وتواجدت في الفناء ثلاث بنن: مذبح التضحيات ومغسلة الهيكل والهيكل النقال. وبداخل الهيكل النقال تواجدت مقصورتان، واحدة تدعى القدس
والثانية تدعى قدس الأقداس، والقدس كان مخصصا للكاهن، وكان يدخل إليه ويخرج منه عدة مرات في اليوم. وقد احتوى القدس على 3 قطع أساس: شمعدان ذهبي يحمل 7 شمعات، وطاولة خبز التقدمة، وأمام الستارة تماما وقع مذبح البخور، حيث كانوا ينثرون دماء الحمل الذي يجلبه كل شخص لكي يضحي به. ولكن مرة في السنة كان الكاهن الأعلى وحده يفتح الستارة ويدخل إلى قدس الأقداس، وذلك خلال يوم يدعى يوم التكفير، كما يدعى يوم الدينونة. إذن يدعى يوم التكفير أو يوم الدينونة، كما يدعى يوم تطهير المقدس. وهذه المعلومات مهمة لدراسة النبوة، لأن دانيال اهتم للموضوع، فقد أمضى في بابل قرابة 70 سنة، لذا فهم بوضوح نبوات النبي إرميا، لأن إرميا قال إن بني إسرائيل سوف يؤسرون طوال 70 سنة، وبالتالي كان يعي أن فترة 70 سوف تنتهي يوما، وأراد أن يعرف متى سيحظون بالخلاص ويتم إخراجهم من بابل. وقد صلى دانيال بهذا الخصوص وتضرع إلى الرب، وفيما كان يصلي أدلى الملاك جبرائيل بتصريح في حضوره، وهو وارد في الآية 14 من الأصحاح 8 من سفر دانيال، فقال لي: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. وقد فهم دانيال تماما أن تطهير المقدس يشير إلى حلول يوم التكفير أو يوم الدينونة. إذن فهم ما كان يرمي الملاك إليه وقد قال له سيستغرق التطهير 2300 يوم، وفهم من ذلك أن يوم الدينونة سيحل. وقد قال له الملاك أيضا بخصوص الرؤية في الإصحاح 8: فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق، أما أنت فاكتم الرؤيا لأنها إلى أيام كثيرة. إذن قال لدانيال هذه الرؤيا تشير إلى أيام عديدة في المستقبل، ما أزعجه. لم يفهم قصده ما أزعجه، حتى إن الإصحاح 18 من سفر دانيال ينتهي بالآية التالية: وأنا دانيال ضعفت ونحلت أياما، ثم قمت وباشرت أعمال الملك، وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فاهم. إذن قال له الملاك بعد انقضاء 2300 يوم سوف يطهر المقدس، وكان دانيال واثقا بأنه سيكون حيا خلال الفترة التي ذكرها إرميا. وإذ بالملاك يقول إن للمسألة علاقة بالمستقبل، المستقبل البعيد، وقد صعب على دانيال استيعاب الفكرة. وفي الإصحاح 9 من سفر دانيال نرى دانيال يصلي ويتضرع إلى الله لكي يساعده على فهم تلك الرؤية ومعرفة ما تشير إليه. وإذ بالله المحب الطيب يرسل إليه الملاك جبرائيل: أصغوا، وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمة المساء. إذن كان دانيال يصلي، وبإمكانكم أن تقرأوا صلاته، وقد سأل الرب متى ستتحقق الرؤيا، لذا أرسل الله الملاك جبرائيل لكي يساعد دانيال على فهم معنى الرؤيا.
وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤيا. إذن قال يا دانيال: أتيت لكي أساعدك على فهم معنى الرؤيا. وقد كان دانيال في بابل أصدقائي، كما كان اليهود في بابل، وكانوا مأسورين، ما أثار قلق دانيال. لذا قال له الملاك جبرائيل الكلام التالي: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. إذن قال يا دانيال: سيمهل اليهود 70 أسبوعا، وخلال تلك الفترة قال الله سأمهلهم فترة لكي يعودوا إلي ويتبعوني ويطيعوني وينفذوا مشيئتي، كما سأمهلهم الفترة المذكورة لمسح قدوس القديسين. وقال أيضا لكي يختموا النبوة، أي بعبارة أخرى ثمة تفاصيل في النبوة سوف يختمونها ويجعلونها غير قابلة للتعديل. إليكم مقالة: وقد قال له 70 أسبوعا قضيت على شعبك. ولا بأس لو قيل لنا 70 أسبوعا قضيت على شعبك، ولكن لا معنى لتلك الجملة إن لم نعرف نقطة البداية، إذ لن يسعنا تحديد فترة 70 أسبوعا ما لم نعرف أين تبدأ. وقد كان الملاك جبرائيل يفهم ذلك. لذا إليكم ما حصل، ففي الآية 25 من الإصحاح 9 من سفر دانيال حدد له نقطة البدء: ابقوا معي فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم فلنحدد التاريخ. كان اليهود مأسورين في بابل، وقد قال: متى صدر أمر عودتكم لكي ترمموا أورشليم؟ وتلك هي نقطة البدء، يوم إصدار الأمر سيكون نقطة البدء لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس. ماذا؟ المسيح الرئيس. 67 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة. ويجدر بنا أن نحدد ذلك اليوم، ولحسن الحظ أنه محدد بوضوح في الكتاب المقدس، فقد ورد ذكر ملك يدعى أرتحششتا أصدر أمرا بعودة بني إسرائيل. وأريد توجيه بعض الكلام إلى الأشخاص الذين محصوا في الموضوع وتساءلوا عنه وغاصوا فيه. أصدرت 3 أوامر: 1 من داريوس، و1 من كورش، و1 من أرتحششتا. إليكم الأوامر 3 التي أصدرت، ونستند إلى أمر أرتحششتا لأنه منح بني إسرائيل حق العودة إلى أورشليم وإثبات كون حكومتهم ذات سيادة. أما الأمران اللذان أصدرهما كورش وداريوس فلم يمنحهم ذلك الخيار، فيما منحهما أرتحششتا حق العودة وتشكيل حكومة ذات سيادة وأمة، منحهم حق القيام بذلك. وقد ورد في عزرا 7:12 من أرتحششتا ملك الملوك: إلى عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل، إلى آخره. وقد صدر مني أمر أن كل من أراد في ملك من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع. وأصدر الملك أرتحششتا ذلك الأمر 457 قبل الميلاد،
وبالتالي سارة لدينا نقطة بدء. فسنة 457 قبل الميلاد صدر أمر بعودة اليهود وإقامة أمتهم في أورشليم. إذن يمكننا البدء من النقطة المذكورة. والآن لنحدد معلومة أخرى، إذ علينا تجميع المعلومات لكي تبدو النبوة منطقية. وفي نبوات الكتاب المقدس يعتمد الله مبدأ بسيطا، ألا وهو أن اليوم يمثل سنة في النبوات. وقد ورد في حزقيال 4:6 كل يوم عوضا عن سنة، وفي العدد 14:34 للسنة يوم. إذن في نبوات الكتاب المقدس يوم يساوي سنة حرفيا. حسنا، وبعد أن اطلعنا على المعلومة لنمضي قدما. تكلم الملاك جبرائيل 3 مرات عن فترة زمنية، وإليكم من قاله لدانيال. في سفر دانيال 8:14 تكلم عن كم؟ 2300 يوم. حسنا، وفي دانيال 9:24 تكلم عن 70 أسبوعا، وفي دانيال 9:25 ذكر 69 أسبوعا. وسوف نجمع كل تلك المعلومات ونتبين ما ترمي إليه. أما زلتم تتابعونني؟ حسنا، لنبدأ. ورد ذكر 2300 يوم، وفي الكتاب المقدس اليوم يمثل كم؟ سنة واحدة. إذن لدينا 2300 سنة. فقال لي إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. إذن لدينا في الواقع 2300 سنة. فلنكمل. ثم قال 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة. وهنا حدد لنا نقطة بدء، هي سنة 457 قبل الميلاد، وقد قال سوف أنتقص 70 أسبوعا من فترة 2300 سنة، ولدينا 70 أسبوعا، وكل أسبوع يتألف من 7 أيام، وسبعة ضرب 70 يساوي 490، أي 490 سنة. وبالتالي قال سأنتقص 490 سنة من فترة 2300 سنة. فلنقم بخطوة أخرى نحو الأمام. صدر الأمر سنة 457 قبل الميلاد، وقد منحنا نقطة البدء التالية. فأعلم وأفهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم، ولو كان لدي 70 أسبوعا وانتقصتها، أو بالأحرى انتقصت 490 سنة من 2300 سنة، وكنت انطلقت من سنة 475، سوف أصل إلى سنة 34 ميلادية. وتذكروا أنه في كل ما يتعلق بتواريخ ما قبل الميلاد يجب الطرح وليس الجمع، وعليكم أن تتوخوا الحذر، إذ يجدر بكم أن تضيفوا سنة بدل الصفر. هل فهمتم ما أرمي إليه؟ لأننا ننتقل من تواريخ ما قبل الميلاد إلى تواريخ ما بعد الميلاد، وسنة الصفر بينهما، ويجب أن نحسب لها حساباً، وذلك بإضافة سنة. فلو جلبتم قلم رصاص ورقة واكتفيتم بطرح العدد 490 من العدد 2300، سوف تحصلون على 33 سنة وليس 34. لذا يجب إضافة سنة بدل الصفر. وهكذا نصل إلى سنة 34 ميلادية، نتيجة لفترة 70 أسبوعا التي أمهلها الله لليهود. ومن ثم ورد إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا. وقد حدد الملاك جبرائيل نقطة البدء نفسها في الحالتين، ففترة 70 أسبوعا وفترة 69 أسبوعا تبدأان من النقطة عينها. ولو طرحت 69 أسبوعا من 457، 7 ضرب 69 يساوي 483. ولو طرحت 483 من 457، إلى أين سأصل؟ سنة 27 ميلادية.
و مهما كان منظوركم أصدقائي، ثمة شخص واحد على مر التاريخ تنطبق عليه هذه النبوة، إذ ورد في الكتاب أنه بعد 69 أسبوعاً سيظهر المسيح الرئيس. وبعبارة أخرى، أشار الملاك جبرائيل إلى موعد ظهور يسوع المسيح على الساحة أو المخلص المنتظر. وإن كنتم من اليهود وتبحثون عن المخلص المنتظر، فقد أعلمكم الملاك جبرائيل بموعد ظهوره، ألا وهو سنة 27 ميلادية. ولهذا السبب يمنع الحاخامات رعاياهم من الاطلاع على النبوة، لأن مواصفاتها لا تنطبق على أي شخص آخر. فلنتبين ما أحداثه سنة 27 ميلادية، وتحديدا في لوقا 3، وفي السنة 15 من سلطنة تيباريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودس رئيس ربع على الجليل. في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة، كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية، فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. اقرأوا ما حدث. ولما اعتمد جميع الشعب، اعتمد يسوع أيضا. وإذ كان يصلي انفتحت السماء، ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابني الحبيب، بك سررت. تنبهوا إلى الأحداث التالية لأنها تحققت في الواقع. ولما ابتدأ يسوع كان له ماذا؟ نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي. إذن إليكم موعد بدء المسيح لخدمته. وقد ورد أن المخلص المنتظر الرئيس سيظهر بعد 69 أسبوعا، وقد باشر المسيح خدمته سنة 27 ميلادية على أنه المخلص المنتظر. وجل ما يمكنني قوله هو: إن كنتم لا تؤمنون بكلام الله ولا بيسوع المسيح، إليكم سؤالا: ماذا ستفعلون بهذه المعلومات؟ ماذا ستفعلون بها؟ أعني، إما أن تجلسوا وتدرسوها وتسألوا هل هي صحيحة، وإما أن تتصرفوا كالنعامة وتقحموا رأسكم في الرمل، ولكن يجدر بكم أن تلقوا نظرة وتسألوا هل هي صحيحة؟ وفي حال كانت صحيحة، عليكم أن تهبوا قلوبكم للرب وتتقبلوا المسيح على أنه مخلصكم، وتمشوا معه وتتبعوه، لأن الكتاب المقدس يشير بوضوح على أنه ابن الله، وأنه المخلص المنتظر بلا أدنى شك. لنكمل التحليل، أصدر الأمر سنة 457 قبل الميلاد، وبعد 483 سنة نصل إلى سنة 27 ميلادية، وقد قال جبرائيل لدانيال إن الفترة المحددة للشعب هي 70 أسبوعاً، 70 أسبوعاً، وأعلمه بما يجب أن يحدث خلال تلك الفترة قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا. أي بعبارة أخرى، قال لليهود: عليكم أن تكفوا عن ارتكاب الخطايا، أي كفوا عن مخالفة مشيئة الله، ولكفارة الإثم، وليؤتى بالبر الأبدي، ولختم الرؤية والنبوة، ولمسيح قدوس القدوسين. وعبارة لختم الرؤية والنبوة تعني أنها صارت محبوكة بحيث يستحيل تعديلها، فلو عدلت لن تعود ذات مغزى، لذا حبكت بإحكام، إذ قال له: 70 أسبوعا قضيت على شعبك. وما دام لدينا 70 أسبوعا، وسبق أن احتسبنا 69 أسبوعا، فقد بقي لدينا أسبوع، بقي أسبوع من أصل 70. وإليكم ما ورد في الآية 27 من الإصحاح 9 من سفر دانيال: ويثبت عهدا مع كثيرين في
أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقديمة. وقد أمهل اليهود فترة 70 أسبوعا. وورد هنا أن يسوع المسيح سيوثق العهد مع اليهود لمدة أسبوع. ورد أنه سيوثق العهد معهم لمدة أسبوع، فما معنى ذلك؟ تبين أنه بدأ بالتبشير سنة 27 ميلادية، أي أنه تواجد شخصيا بحيث رأوه وسمعوا كلامه وفهموا أنه ابن الله، ووثق العهد معهم طوال أسبوع. وقد قال إنهم أوقفوا التضحيات والتقديمات في منتصف الأسبوع، وإليكم ما حدث إذ لدينا أسبوع، والأسبوع يتألف من 7 أيام، ووسط الأسبوع يساوي 3 سنوات ونصف. صحيح، أي نصف السبعة 3 سنوات ونصف. ولو تقدمنا 3 سنوات ونصف من سنة 27 ميلادية سنصل إلى سنة 31. وقد قال إنه سيوثق العهد معهم على مدى أسبوع، فما الذي حدث في منتصف الأسبوع؟ ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، صلبوه هناك مع المذنبين، وواحدا عن يمينه والآخر عن يساره. إذن أخذوا ابن الله وصلبوه. وعندما صلبوا يسوع المسيح، إليكم معلومة، مات حمل الله، مات حمل الله، أي لم يعد تقديم الذبائح ضروريا إذ مات يسوع المسيح. وكان الكاهن في المعبد جاهزا لتقديم الحمل، وقد ورد في الكتاب المقدس: وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 2، وهو الحجاب الذي أريتكم إياه، وكان يفصل بين القدس وقدس الأقداس. وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 2 من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. إذن الستارة التي كانت تفصل القدس عن قدس الأقداس تمزقت فجأة من الأعلى إلى الأسفل، وأمكنهم أن يروا ما بداخل قدس الأقداس. ولعلكم تتذكرون أن يسوع قال لهم: أريد توثيق العهد مع كثيرين لمدة أسبوع، وقد رفضوا الإصغاء ولم يوافقوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. والحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه: مبارك الآتي باسم الرب. إذن لم يقبلوا وأخذوه وصلبوه، فقال لهم: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. ولم يجروه في طلبه، لكن انقضت 3 سنوات ونصف وصولا إلى الصليب سنة 31 ميلادية، ولكن بقيت 3 سنوات ونصف. 70 أسبوعا قضيت على شعبك. وفي نهاية فترة 70 أسبوعا يوضح الكتاب المقدس أن الإنجيل انتقل إلى الأمم. وفترة 70 أسبوعا هي التي أمهلها الله لليهود، أي 490 سنة من يوم إصدار الأمر بترميم المعبد والعودة إلى أورشليم. وقد أمهلهم الله الرحوم المحب 490 سنة، ورعاهم وحاول حثهم على اتباعه، وشبههم بكرمته التي حرثها واعتنى بها، ولكن لم تحمل ثمارا، أي ثمار. وفي نهاية 70 أسبوعا، أي 490 سنة، سنة 34 ميلادية، ظهر شاب وكان طليق اللسان وتمتع بقدرة هائلة على التكلم وعرض الأفكار بطريقة منطقية، وقد تجول في اليهودية وراح يبشر، فتقبلت أعداد هائلة من الناس يسوع المسيح، وكثرت أعدادهم بحيث اعتقلوه. وقد أحضروا استفانوس لكي يحاكموه ومنحوه فرصة الدفاع عن نفسه، الدفاع عن نفسه.
وكان دفاعه قوياً جداً، حتى إنهم سدوا أذانهم بأصابعهم لئلا يسمعوا كلامه. وقد قال: يا غير المختونين بالقلوب، كم ستقاومون الروح القدس بعد؟ فأمسكوا به وجروه إلى خارج المدينة ورجموه بالحجارة حتى الموت، ثم فرشوا معاطفهم عند قدمي شاب يدعى شاول الطرسوسي، وكان كرس حياته لاضطهاد المسيحيين. وبعد أيام أمره الكاهن الأعلى بأن يتجه مع جنود إلى دمشق لكي يعتقلوا المسيحيين، وإذ بنور ساطع يسلط عليه ويسقطه أرضا، وقد سمع صوتا يقول: يا شاول، لما تضطهد أتباعي؟ فسأله: من أنت يا سيدي؟ وأجاب: أنا يسوع الذي تضطهده. فسأله: ماذا تريدني أن أفعل؟ وأجاب: اذهب إلى دمشق وستعرف ما عليك فعله. وقد صحبوه إلى بيت رجل يدعى يهوذا، وإذ بشاول يصاب بالعمى في ذلك البيت ويمسي عاجزا عن الرؤيا. أصيب بالعمى. وقد خاطب الله رجلا يدعى حنانيا وقال: يا حنانيا، اذهب وصلي لشاول لكي يستعيد بصره. أصغوا إلى ما قاله الله: اذهب. ولم يود الانصياع، بل نوى سوقه إلى السجن ثم صلبه حتى الموت. اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم. وتاريخ ذلك يا جماعة هو سنة 34 ميلادية، أي تاريخ انتقال الإنجيل إلى الأمم. 70 أسبوعاً قضيت على شعبك، وبعدها انتقل الإنجيل إلى الأمم. وفي الوقت نفسه بطرس الذي كان كرس حياته بشكل شبه حصري لتبشير اليهود، وعلى فكرة حقق نجاحا هائلا لأن كثيرين منهم آمنوا. وقد كان بطرس في يافا وصعد إلى سطح البيت. بما أن السيدات لم يكن جهزن الغداء، صعد إلى سطح البيت لكي يصلي، وفيما كان يصلي ساورته رؤيا، وفي تلك الرؤيا رأى ملاءة تغلف شتى فصائل الحيوانات النجسة، وقال له صوت: انهض يا بطرس، اقتل وكل. فأجاب: لا يا رب، لم يسبق لي أن أكلت حيوانا دنسا أو نجسا. وقال له الرب: إياك أن تنعت ما طهرته بالدنس. وقد احتار بطرس بخصوص معنى الرؤيا، وسمع طرقا على الباب، فذهب لكي يفتحه، ورأى رجلين من بيت كورنيليوس، وكان الأخير قائد كتيبة 100 روماني يعيش في القيصرية. وقد صوره حلم أو رؤيا، وأمره الله بإرسال الخادمين لكي يصطحبا بطرس. وعندما أعلمه الرجلان بذلك قال لهما بطرس: أمضي الليل هنا وسنذهب غدا. هذا ما فعلاه، وفي اليوم التالي قاموا بالرحلة إلى القيصرية. وعندما وصلوا دعا كورنيليوس جميع أقربائه وأصدقائه، فامتلأ البيت بالضيوف بالكامل. وأريدكم أن تتنبهوا إلى ردة فعل بطرس، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق. من يكون الرجل اليهودي؟ بطرس. أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، وكان البيت مليئاً بغير اليهوديين. حسناً، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. إذن قال بطرس: عليك أن تنقل الإنجيل إلى غير اليهوديين. وكان التاريخ سنة 34 ميلادية، أي التاريخ الذي حدده الله لانتقال الإنجيل إلى غير اليهوديين، وقد انتقل إلى عالمهم بسرعة فائقة أصدقائي. ففي غضون سنوات معدودة
اطلع سكان آسيا الصغرى برمتها على الإنجيل، وصارت الحقبة المذكورة حقبة الأمم. حسناً، دونوا المعلومة لأننا سنناقش موضوعاً معيناً، صارت حقبة الأمم. فقال لي إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس. إذن لدينا 2300 سنة وسننتقص منها 70 أسبوعاً أو 490 سنة. ولو طرحنا 490 سنة من 2300، ماذا سيتبقى لنا؟ سيتبقى لنا 1810 سنوات. وفي تواريخ ما بعد الميلاد، حسناً، نعتمد الجمع، مفهوم، لا نطرح بل نجمع. إذن لو جمعت 1810 سنوات مع سنة 34 ميلادية سأصل إلى سنة 1844، وقد ورد أن الحساب سيبدأ في السماوات أو في بيت الله سنة 1844، وتلك الدينونة تجري اليوم في السماوات. راقبوا الأحداث التالية وهي الأروع بنظري. كنت أرى أنه وضعت عروش، وجلس القديم الأيام لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكرته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه، فجلس الدين وفتحت الأسفار. سنتكلم عنها لاحقاً. إليكم مشهد الدينونة، وقد انعقدت جلسة المحكمة وفتحت الكتب. وكنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه. إذن فيما يجري الحساب يصل يسوع المسيح ابن الله، ابن الله، وقد ذكرنا سابقا أنه سيأتي لكي يلعب دور الوسيط ويتضرع لأجلكم، وسوف يقف أمام الله. وإليكم ما سيحدث. حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين لقديسي العلي، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. إذن بفضل يسوع يجري حساب لصالحكم. أترون؟ يجري حساب لصالحكم بفضل يسوع المسيح، إذ يفعل ذلك من أجلنا. ولكن هو وسيطنا اليوم ويتضرع لأجلنا في السماوات. ولكن إليكم معلومة، سيحل يوم يخلع فيه رداءه ويتدثر برداء ملك الملوك ورب الأرباب، وسوف يقول: من هو نجس فليتنجس بعد، فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد، وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. إذن سوف يعود، ومتى عاد سيجمع كل أتباعه. ولكن على فكرة، اليوم باب الرحمة مفتوح، إنه مفتوح لأي رجل أو امرأة أو طفل يريد أن يمد يديه بإيمان ويتقبله على أنه ربه ومخلصه. اليوم يريد أن يكون وسيطكم ويدافع عن قضيتكم ويقدمكم لله، وبما أننا نقبله سوف يهبنا الحياة، لأنه أتى ودفع الثمن لكي نحيا. Let him be your mediator. Let him represent your case. Accept this Jesus Christ, who took
أيها الآب السماوي، نشكرك اليوم، نشكرك لأنك أتحت لنا أن نحظى بالحياة، ولأنك مستعد لأن تكون وسيطنا ومحامينا وممثلنا، بحيث تقف بيننا وبين الله، وتهب كل واحد منا برك، وبالتالي سيمكننا الوقوف إلى جانبك والتحلي بالأمل، وسوف نحظى بالحياة الأبدية جراء ما فعلت من أجل كل واحد منا. عسى أن يمسك بيدك جميع الحاضرين ويمشوا برفقتك على طول الطريق وصولا إلى ملكوت السماوات. نصلي باسم المسيح، آمين. Please consider what you can do for those who still don't know about Jesus. As the Holy Spirit impresses, please send your tax-deductible gifts to Kenneth Cox Ministries, P.O. Box 1027, Loma Linda, California, 92354. Or call us toll-free at 888-747-1844. Thank you for helping us spread the light of God's Word through television and radio. Your gifts help bring the blessed hope of salvation to millions around the world.